صباح الخير مرة تانية لكل الناس المتابعة معنا حلقتنا الليلة من صباحات سودانية ليوم الاثنين، وإن شاء الله يا رب كل أيامكم تكون خير وبركة، ربنا يبعد عننا الوباء ويرفع عننا البلاء، ودائما إن شاء الله يا رب في صحة وعافية. سعيدين الليلة أكيد في حلقتنا الليلة إنه نستضيف دكتور بشير كمال الدين حامد من لجنة الخدمات والإعاشة التابعة للجان الطوارئ العليا في المستشفيات لمكافحة كورونا، للحديث حول العزل غرف الفرس عفوا والعزل. أهلا ومرحبا بك وصباح الخير عليك دكتور. مرحبا بك وصباح النور، يعني ربنا يتقبل منا ومنكم رمضان وعاده الله على بلادنا والمسلمين بتمام الصحة والعافية إن شاء الله، وكل سنة وانت طيب وانتم طيبين ان شاء الله وكل السودان بخير ان شاء الله. الله يديك العافيه. طيب في البدايه دعني اتحدث اكيد عن اللي هو ممكن نقول المسار او السير بتاع لجان الطوارئ. طيب العمليه بتاعت الفرز هي ما حاجه جديده ولا حاجه ظهرت هسه في خلال الجائحه بتاعت الكورونا. الفرز من زمان موجود عندنا في السودان. تمام. الهدف من الفرز هو تصنيف الحالات حسب حوجتها للخدمة الطبية وتوجيهها للمكان السليم داخل المستشفى عشان تتلقى الخدمة الطبية في المكان المهيئ للحالة بعد. أيوة. يعني لو الناس بتتذكر الناس بتدخل المستشفى زمان بتلقى مكتوب الحالات الباردة والحالات الحالية. أيوة. ده نوع من أنواع الفرز كونك انت صنفت المرضى لحالات. كذلك الحاصل حاليا وفي كثير من الكوارث بيتم تصنيف الحالات حسب وضعها الصحي عشان تتوجه للمكان المناسب لها. طيب. ففي ظل الجائحة بتاعت الكورونا في كل العالم وفي كل المستشفيات بيتم تصنيف المرضى عند دخول للمستشفى بناء على علامات معينة ومعلومات معينة. هل يوجد اشتباه بأنه قد يكون هم في حالات بتاعت كورونا ولا لا؟ كويس. الحاجة دي بتمثل السلامة بتاعت المرضى الموجودين داخل المستشفى. ممتاز. وبيتمثل للمريض الخط السريع اللي هو إذا عنده أي اشتباه يمشي للمكان المخصص له بصورة سريعة. وبتمثل السلامة بتاعت الكادر الطبي الموجود. طيب. بتسهل تنظيم العمل ويعني يكون كل زول في المكان اللي بيلقى فيه الخدمة المناسبة له. ممتاز. طيب ده يمكن مجهود جبار يا دكتور، لكن احنا لاحظنا في الاسافير او ممكن نقول في مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الاسر بتشتكي لعدم توفر ممكن نقول فرص اللي هو العزل الصحي بالمستشفيات او بالمراكز، فيمكن لاحظنا كثير من البوستات الناس بتشتكي انه احنا بنتصل على وزارة الصحة انه عندنا حالة كورونا، فبيقابلونا بصورة انه اقعدوا في بيتكم افضل من ما انكم تجوا مثلا المستشفى او العزل. طيب. العزل عنده درجات. ايوه. العزل فيه عزل منزلي وفي عزل أولي يتم في المستشفيات. أيوة. اللي شغالة كل المستشفيات الحكومية دي أو الخاص، أي مستشفى مفروض يكون عندها عزل أولي. إذا الزول جه داخل المستشفى والأعراض بتاعته فيها اشتباه ما بيدخل يكون مع كل المرضى الآخرين، بيكون عنده مكان مخصص. كويس. وعنده فريق مخصص يهتم به. وفي نفس الوقت في العزل الثانوي اللي هي في المستشفيات المخصصة للتعامل مع الكورونا زي مستشفى جبرة، زي نعم. مستشفيات الحد التحتاني، مستشفى البيت وهكذا. العزل المنزلي عنده ميزاته وبرضه بيسهل في تقليل انتقال العدوى. هل الزول يقعد في عزل منزلي ولا يمشي المستشفى بحدد حوجته للخدمه الطبيه. ممكن الزول يكون عنده اعراض، عنده حمى، عنده وجع حالي، عنده كده، ما بتطلب انه يكون موجود في المستشفى. صحيح. فالصحيح انه إذا الوضع في البيت مناسب، ودي حاجة بناقشوها معاه، إنه هل بيقدر يعمل الحاجات دي؟ أوكي. إذا ما بيقدر يعمل الحاجات في البيت والوضع في البيت ما مناسب لأنه يعمل العزل المنزلي، في أماكن مخصصة ليست مستشفيات لكن أماكن مخصصة مهيئة عشان يكون هو موجود فيها وعليها إشراف طبي بصورة مخففة، لأنه هو ما محتاج الخدمة الطبية اللي بتقدم في المستشفيات. في نفس الوقت بيكون قللنا الضغط على المستشفيات في الوضع الحالي، يمكن عارفين في ضغط هائل على المستشفيات في الايام.
فكون الزول عنده كورونا ما شرط انه لازم يكون في المستشفى، ولا شرط انه لازم يمشي مركز العزل. نعم ممكن خصوصا انه الكورونا 80% من الناس ممكن تكون ذاته زي النزله بس وتعديها. صحيح. طيب دكتور، بس عايزين منك حاجة أخيرة اللي هي روشتة صغيرة لكل الناس اللي مفترض إنها تعزل نفسها أو تحجر نفسها منزليا علشان ما يحتاجوا مثلا ممكن نقول مراكز عزل صحي أو مستشفيات. بالنسبة للعزل المنزلي، عنده توجيهات وإرشادات بتسلم لكل زول هو محتمل أو هو في تشخيص بتاع حالة كورونا. الالتزام والتشدد والله في الالتزام حفاظا عليه وحفاظا على أسرته، بأنه يكون في مكان مخصص منفصل تماما، نعم يكون حتى داخل المنزل لابس الماسك الجراحي بتاعه، تعامله مع ناس البيت في ادوات البيت، زول واحد بس من ناس البيت اللي بيتعامل معه، قد تكون شويه حبسه حاره، لكن دي سلامتك وسلامه صحيح اسرتك وسلامه جميع السودانيين. صحيح الالتزام بالارشادات يعني هو الاساس لحمايه الاسره والسودان وكل الاهل. صحيح صحيح. شكرا جزيلا دكتور بشير كمال الدين حامد، كنت الليلة ضيف معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. شكرا لكم، وان شاء الله ربنا يدينا الصحه والعافيه جميعا. ان شاء الله يا رب، ربنا ان شاء الله يدي الصحة والعافية لكل المصابين بفيروس كورونا، وربنا يحمينا ويعافينا.